تحتاج إلى أن يأتيها رجل يعلم تماما قدر هذا البلد ويعلم تماما قيمة مصر استراتيجيا واقتصاديا، ويعلم تماما أن هذا الشعب الكريم قد عانى كثيرا وكثيرا في ظل سنوات سابقة، ووصل قمة معاناته في سنة حكم الإخوان الإرهابيين الذين استولوا على حكم مصر بالتزوير والإرهاب. تحية إلى رجل مصر الأول، إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي. نحن نعلم أن مصر مع هذا الرجل ستكون أكبر دولة عربية، وستكون أهم دولة عربية، وسيكون المواطن المصري هو صاحب الكرامة والعزة، وسيكون الجندي المصري هو خير أجناد الأرض. فنحن في حاجة إلى هذا الزعيم الوطني الفريق السيسي حتى يقود بنا المرحلة المقبلة بإذن الله. أنا مش هطول على حضراتكم، ولكن أنا عايزين نتكلم في قانون التظاهر. هذا القانون الذي فور صدوره أثار العديد من التساؤلات والعديد من ردود الفعل الإيجابية والسلبية. هذا القانون نحن معه جملة وتفصيلا. نعلم تماما أن هذه المرحلة الحالية نحن نحتاج إلى قانون التظاهر وإلى ما ورد به من أحكام، والأكثر من ذلك أننا نحتاج إلى صدور قانون الإرهاب أيضا حتى يتم السيطرة على الشارع المصري وعلى الانفلات الموجود حاليا من القوى السياسية التي تستهدف مصر، ومن القوى الإخوانية التي تستهدف مصر، والتي سنفرض عليها بإذن الله، وستفرض الدولة عليها بإذن الله سيادتها، وتفرض عليها دولة القانون. سيل قبل كده وكل واحد فيها خد قد ايه اصوات عشان نشوف ونقارن بين انه مفيش من غير حملة ومن غير حاجة. هم 3 دقايق وشوية طلع وقال فوضوني 40 مليون طلعوا فوضوا، وده غير الكنبة. انا كنت على الكنبة على فكرة وكنت مفوضة، بس انا يمكن اول واحدة في مصر كتبت قلت ان الموقف بتاع 30 يونيو هو يعني نسف مشروع الشرق الاوسط الكبير. مشروع الشرق الاوسط الكبير احنا نبقى سذج قوي على فكره لو اتهيأ لنا ان امريكا خلاص هي كانت حاطه الاخوان والجماعات الاسلاميه، وهي من 1917 من وعد بلفور على طول تنته ب 1928 جماعه الاخوان المسلمين، ولذلك تلاقي دلوقتي بقى مصر فيها مسلمين وكفار قريش وفيها حرائض وفاسقات. يعني في هم بيفصلوا على مزاجهم وحسب ما هو مطلوب منهم بتفتيت المجتمع المصري. الوقفه بتاعتنا في 30 يونيو انا قلت انها كسرت ومؤمنه بهذا.